السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة من الآخر الخلاصة، معكم محمد نور الدين. موعد مباراة تشيلسي القادمة أمام ليفربول اليوم الخميس 4/3/2021. لأول مرة تزوروا في القناة انزل اشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك وسبسكرايب، اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى. متابعينا الكرام، تشيلسي يواجه ليفربول اليوم الخميس الساعة 10:15 مساء، 10:15 دقيقة مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفلسطين والاردن ولبنان وسوريا، الساعه 11 وربع 11 15 دقيقه مساء بتوقيت مكه المكرمه السعوديه والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق، والساعه 12 وربع بعد منتصف الليل بتوقيت الامارات وعمان، والساعه 9 وربع مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، و8 وربع مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. متابعينا الكرام، القنوات الناقله للمباراه قناه بين سبورتس 4K، بين سبورتس بريميوم 1، بين سبورتس بريميوم 2، ومعلق المباراه المتالق حافظ الدراجه، واليكم القنوات الاجنبيه الاخرى الناقله للمباراه. متابعينا الكرام، ملعب المباراة وملعب الانفيلد الخاص بنادي ليفربول في الجولة 29 من الدوري الانجليزي الممتاز. خلينا نشوف ترتيب ليفربول وتشيلسي قبل هذه المباراة. تشيلسي حاليا في المركز الخامس برصيد 44 نقطة من 26 مباراة، ليفربول في المركز السادس ب 43 نقطة من 26 مباراة. كان معكم محمد نور الدين من قناة الاخر الخلاصة، اشترك في القناة فعل زر الجرس اعمل لك الفيديو، نراكم في فيديو اخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.